وفيها تسجيلات من تسجيل من المواطن كيجي يسكن في تيزي وزو مثلا يسكن عندنا جديد يحط عندنا الملف تاع التسجيل وعن بعد نطلبوا الشطر تاعو. هذا اجراء جديد؟ اجراء جديد. هذا اجراء جديد؟ اجراء جديد. لكن كان المواطن يتقدم لهنا ويروح يزيد يتقدم للبلدية الأخرى وهو اللي يعمل التنسيق بين بلده، أليس كذلك؟ الآن المواطن يتقدم والأبليكاسيون التطبيقة هي اللي تقوم بتصفيت وضعيتي آلية نهيئ الظروف للمواطن باش يمارس حقوقه. أنا مسؤول على تهيئة الظروف للممارسة النازعة لحق المواطن كي يحبهم يمارس حقوق. لما مانيش مسؤول باش نحتم على الناس يروح يسجل روحه، ولا هذاك أمر واحد آخر، هذاك أمر طبقة سياسية ولا جهات أخرى. أنا مسؤول فقط على ضمان الحق، نتكفلوا بالحق نتاعو. واحد ما يمسهولو، واحد ما يشوهولو من البداية من تسجيل تاعو إلى إعلان النتائج.